مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء القرآنية الجميلة التي تتميز بمعاني رقيقة وقيمة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم لينا. لينا اسم علم مؤنث من أصل عربي قرآني، مذكرها لين، وهو على صيغة المصدر من الفعل لانا ولان لي، يلين لينا وليانا وليونة، فهو لين ولين، وهي لينة ولينة. يقال لان قلبه أي رق وحن، ويقال لانت له الأمور أي سهلت. واللينة من النساء هي الإنسانة الرطبة الناعمة واللينة المتساهلة والمتسامحة ذات الملاطفة والمرونة في المعاملة السهلة في الانقياد. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورة الحشر آية 5. واللينة هنا هي النخلة الكريمة، وكل شيء من النخلة سوى العجوة. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة لينة في تعاملها مع المحيطين بها رغم شعورهم أحيانا بتعاليها عليهم. لديها طاقة عالية وإمكانات متميزة، وهي محبة للتغيير وتكره الحياة الرتيبة. تحب السفر والتنقل وخفيفة في إلقاء الفكاهة. يشعر من يراها لأول وهلة بتواضع في شخصيتها المرحة. تضحي من أجل الآخرين لدرجة أن البعض يعتقد أنها ساذجة. غيورة جدا وواضحة جدا في مشاعرها لمن حولها. وهذه بعض الأبيات الشعرية: يا لينة في عيونك دفء الأمان، وفي ابتسامتك سحر الزمان، كالقمر تضيئين ليلي الحزين، وتروين عطشي بفيض الحنان. يا وردة البستان، يا زهرة الربيع، فيك الأحلام تتحقق ومعك يحلو المجمع. يا لينة يا حبا لا يزول، في قلبك وجدت الدفء والقبول. إليك أهدي شعري يا ملكة الجمال، فيك الحياة وأنت سر الكمال. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم لينا؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.